السابع حضورنا في لقاءات مختلفة. أنا خطبت في المغرب لفترة طويلة، كانوا يبكون في الصمت، وبكاؤهم كان أشبه ببكاء السماء، يختلط دمعها بالماء فلا يرى أحد أنها تبكي. اليوم آل بالابتسامة أن تعتري وحي القدر وأن ينخرطوا بكل شجاعة في مسلسل الإصلاح الذي أشهر جلال الملك محمد السادس رزاه الله منذ تمليه 10 سنين. اليوم أيضا بإمكاننا أن نصنع القدوة، وصناعة القدوة لن تتأتى إلا بمخالطة الأسود. حتى نستأسد فالأسد وإن كان واحدا يمشي في الغابة فهو ملكها، ومن ثم فالمحيط القضائي في المغرب في بعض ما بعد السنة 2011 ومحيط متحرك لا يستقر أحد. ما كان للولادية الحسنية للقدرات أن تبقى ثابتة، وإلا صارت شاة جرباء يخشى الجميع الاقتراب منها. وما نبتغي لقاضي أن ينتمي إلى بيت واهن بنيانه وضعف أهله. نحن قطع غيار جديدة في آلة الإعلام، وهذه الآلة تحتاج إلى تشحيم بالزيت، وهذا التشحيم لا يتأتى أيضا إلا من عرق يتصبب من جبين قضاة الشباب. تصوروا معي لو لم يكن محمود درويش يتحدث في قصائده عن التغيير، ما كان لها أن تعمر وتدوم كل هذه الفترة وتغنى بها الناس حينما حلوا وقتها. أما تعرفي قال أيضا بأن التغيير هو انفتاح جرح ما. أكيد أن اقتحام البلاع وتكسير دهشات البدايات هو أمر مكلف، لكنه سيؤتي أكله سواء عاجلا أم آجلا. فرصة الشباب اليوم في القضاء هو أن ينخرط بما أوتوا من قوة في المجاهرات بالحق. أنت كقاضي تعرض أمام أقضية الناس ونزاعها، وأنت مدعو أن تفصل فيها وإلا تبت بجريمة إنكار العدالة. فكيف القاضي يرى كل هذا البلد يجري تحت جسر القضاء وتحت جسر العدالة والمياه متعفنة وأن لا يصرح بذلك؟ فالتاريخ لم يرحمه وضميرنا يرحمه إن كان يستمع صوت الضمير لا لصوت الهاتف. مرة أخرى أجدد دعوتي لكل الذين هم يؤمنون بالفكر الحر ويؤمنون بأن الإنسان ذاتية وكيفية واستقلال، لن يتأتى لهم الشعور بذلك إلا إذا ما ركزوا لأنفسهم وقالوا بأن دوام الحال من المحال والآن وقت الحق. وكما قلت في لقاء العيون، الله سبحانه وتعالى لما حدث مريم قال لها: يا مريم، وهي امرأة حامل منبوذة من أهلها وانتبذت مكانا قصيا، قال لها: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك وطرا جميلا. هي امرأة حامل وعاجز، ومع ذلك أمرها الله سبحانه وتعالى بأن تأخذ بالسبب. نحن أيضا مدعوون لأجل أن نأخذ بالسبب ونحرك هذه الشجرة لتتساقط علينا الرطب، وأنا متيقن أن هذه الرطب ستكون حلوة إن شاء الله. السلام عليكم.